السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة مطبخ إكرام العالمي. وصفتنا لليوم وهي كنافة محشوة بالجبن. صراحة وصفة جد سريعة وهائلة، وصفة شرقية غنية عن التعريف. نقولوا المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير، كنحتاج كمية من الكنافة الطازجة، أنا كنشريها طازجة ماشي مجمدة، زبدة دائبة، كنحتاج جبن مقطع على شكل مربعات، هذا اللي استعملت أنا جبن ناتورال، وانتم استعملوا اي جبن كريمي او قشده. كنحتاج قوالب الكب كيك على الطريقه هذه، كنعمر بها الكنافه. ونقول معكم طريقه التحضير. كنشبر كميه من الكنافه كنعملها في داك القالب الكب كيك، من بعد ما كنكون دهنته بالزبده، وكنعمل فيها يعني جبن قطعه ولا قطعتين من الجبن، يعني بامكانكم تعملوا اي جبن كريمي او قشده طريه، وكندهنها بالزبده. للاشاره، هذه الوصفه هذه ضروري خصها كميه من الزبده باش كتجي مقرمشه كما كتلاحظوا. كندهن الزبده في القوالب، ومن بعد كندهن الزبده من فوق، يعني انا كنعمرها بالزبده باش كتجي مقرمشه. وكنستمر بهذه الطريقه هذه، يعني كنعمل الكنافه من تحت ثم قطعه الجبن ثم الكنافه من فوق. كندخلها للفران على درجه الحراره 180 من تحت حتى كتحمر، وهي سخونه كنسقيها بالشيره او السيرو اللي المقادير ديالو معروفه. من بعد نخليها لكم في صندوق الوصف، طبعا خصها تكون سخونه باش كيشرب داك السيرو او الشيره. ومن بعد كنقلبها على ورق القصدير على الورق الالومنيوم، وكنقوم بالتزيين ديالها بالفستق المهرمش او الفستق الحلبي بهذه الطريقه هذه. مباشره كنعملها في سوينيات صغار اللي غنقدم فيها الكنافه بشكل راقي جدا. كنتمنى هذه الوصفه تعجبكم وتنال ارضاكم، وما تنساوش اشتراك في القناه والضغط على الزر الاحمر ليصلكم الجديد دائما. واللي كيزور القناه ديالي لاول مره كنتمنى يشترك فيها ويدعمني. لكم جزيل الشكر، الى اللقاء.